ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيفه الكريم الرئيس التونسي قيس سعيد مساء اليوم بمطار القاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي حرص على توديع أخيه الرئيس قيس سعيد بعد ختام زيارته إلى مصر التي استمرت 3 أيام والتي عكست عمق علاقات المودة والأخوة التي تجمع بين مصر وتونس على المستويين الرسمي والشعبي، وكذلك حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة.